maybe Laylatul Qadr, night of our many, many millions of people are forgiven. If you didn't know from Allah, the question is, if you want, those who are 18 plus, if they want, you can stay tonight as well. Stay for the rest of the days of Ramadan from today till Tuesday or Wednesday. May Allah subhanahu wa ta'ala bless us in this month of Ramadan. Subhana zil mulki wal malakut, subhana zil izzati wal azamati wal haymati wal kudrati, kibriya. Subhana malki al-hayy alladhi la In the second rak'at, there will be a sajda of tilawat. Dusri rak'at mein sajda e tilawat. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب الله أكبر الله أكبر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم اكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب طيبة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان ذي الجلال والكرم، سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان الملك الحي الذي لا يموت، اللهم أجرنا من النار يا مجير يا كبير يا مجيب. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. Thank you.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين القارعة ما القارعة وما يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر سمع الله لمن حمده
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الله الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك والقدوس، سبحان الملك العظيم والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان ملك الحي الذي لا يموت ولا يموت، سبح القدوس الخدى والملائكة والروح، اللهم اجعلنا من النار يا مجيد يا مجيد يا مجيد، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر الله
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك والملكوت، سبحان العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان من هو الحي الذي لا ينام ولا يموت، سبح القدوس ربنا ورب الملائكة والروح، اللهم أجدنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الصلاة والسلام على رسول الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. يا رسول الله. يا رسول الله. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزءا. اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالذاء زكاة وبالسين شفاء وبالشين شفاء وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالضاء ظفرا وبالطاء طوارة وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وبالياء يقينا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم
اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، واجعله لي إماما نورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهل، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير، فلا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحمد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا يا رحمن، اللهم اغفر لنا يا رحيم، اللهم ارحمنا يا عظيم، اللهم اهدنا يا كريم، اللهم عافنا يا ملك. اللهم كن لإخواننا في فلسطين، اللهم كن لإخواننا في فلسطين، اللهم كن لأخواتنا في فلسطين، اللهم كن للمسلمين في فلسطين، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم تقبل شهادتهم، اللهم تقبل شهادتهم. اللهم رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. اللهم ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلاة الفجر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله من حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وسلم عليه. يا الله سبحانه وتعالى accept our salat of Taraweeh. يا الله سبحانه وتعالى accept this standing of ours in the month of Ramadan. يا الله سبحانه وتعالى any mistakes in the recitation of the Holy Quran. يا الله سبحانه وتعالى forgive us from the mistakes. يا الله سبحانه وتعالى send this as a gift to the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, through the wasila of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, to all the Prophet alayhi wa sallam, to all the blessed companions radiyallahu anhum. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, send the reward to all the ta'abins of the ta'abin, all the Muslims of Abu Adam until now will come to the day of khusus bin khusus. Ya Allah subhanahu, send this reward to the anyone that's passed away in Hafiz Salam's family. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, grant them paradise without accountability. Ya Allah subhanahu, anyone that's ill in our family, Ya Allah subhanahu, grant them shifa through the blessing of the recitation of the Quran. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, allow us to act upon the teaching of the Quran, allow us to understand the Holy Quran. Ya Allah subhanahu, allow us to recite the Holy Quran outside the month of Ramadan as well. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, for the sake of Ibn al-Habib sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, accept our love for dua. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, is there anyone in this gathering that has come tonight for any dua? Ya Allah subhanahu wa ta'ala, you know best. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, fulfill their dua. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, special night of Laylat al-Qadr, the 27th of Ramadan, a night which you send this glorious Quran down in. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, bless us, bless our families. Ya Allah subhanahu, forgive our major and minor sins, turn our bad deeds into good deeds. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, make this a blessed night for us. Ameen bijahi nabi, ameen sallu ala al-habib. Inshallah,
بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. Before the announcement, if someone could move this car, it's blocking the way. MV65MJU. That's MV65MJU. JazakAllah. Sallallahu alayhi wa sallam. Wasallam alayhi wa sallam. نزعي روحا من عصاني دي
Allah subhanahu wa ta'ala chooses a few people who recite the Quran in the month of Ramadan, who lead people in Tarawih.
That's why Hafiz Ab at this moment, a lot of Kuffars, when they finish the Quran, they are emotional because they were the few selected, and now they have to wait for another full year until they can recite in the month of Ramadan. What if Allah subhanahu wa ta'ala does not grant them the opportunity again? That's why the Huffaz generally at this time when they finish the Quran, they are emotional. Alhamdulillah, speaking to Hafiz Nadeem Sahib yesterday, this Fidani Medina opened in 2012. Farmer just informed me, we opened this in 2012. It's been 12 years since we've opened this institute. Alhamdulillah, in Rochdale, I can say that this is probably one of the masjid, the only masjid which has grown very fastly in the past 12 years. Alhamdulillah, in the past 12 years, we have produced many Huffaz. And Hafiz Sahib was saying yesterday that inshallah, for next Ramadan, in Rochdale, we will have, his target is that inshallah, we'll have 20 Huffaz ready to eat in the Rabi. Huffaz, not like the ones I have before, 20 students from our Madrasatul Medina that will be ready to lead people in the Rabi. This is your Dawud Islami. Like this, inshallah, this year we'll have two scholars produced from this Jamiatul Medina. This Jamiatul Medina, which runs from Monday to Friday, 8 till 4 o'clock in the afternoon. This is your Dawud Islami. So we ask you on this night of Laylatul Qadr, this night where is a night of forgiveness, please support your Dawud Islami. On the way out, there will be bookies of sadqa. Please donate in the sadqa. There will be Huffaz Hidmat as well. Please donate in the Huffaz Hidmat as well. This is a sadqa jariyah for you. Whatever you donate, whenever the Huffaz come at the front and lead people in prayer, inshallah, you will be getting the reward as well. That is inshallah, Hafiz Sahib here, who was doing the Sama'at, who was the Sami. He's only 15 years of age. He's finished the full Quran. He did the full Sama'at in this month of Ramadan. May Allah subhanahu wa ta'ala bless him as well. Inshallah, next year he will be in leading the Tarawih Salah as well. Inshallah, next few days as well, now the Hatm Quran happened, he will be the one that will be leading us in Namaz. So this is your Dawud Islam, please support your Dawud Islam. Inshallah now, I will request to Hafiz Sahib, if it could come to the front. Inshallah, I will request to Hafiz Sahib, Hafiz Masood Sahib, Shiraz Madri Sahib, Irfan Bhai, if they could also come as well. Inshallah, we'll be giving Hafiz Sahib some gifts as well. Like this, if Hafiz Hamza Sahib, if you could come to the front as well. He's a precious. Come to the front. I'll request Hafiz Sahib's father to come as well. Hafiz Hamza Sahib's father, they could come to the Inshallah, like we mentioned, this is Dawud Islami. This is what we produce, inshallah. Hafiz Sahib, he's been doing Tarawih from around 2000, and well, in Fidani Medina, he started in around 2014. From that year, I think 2014-15, from then onwards, he's been doing Tarawih in Fidani Medina. Last year, I think he went out of country as well. He went Canada, Canada, he went out of country. Inshallah, this year he was local. So Dawud Islami is not in a locality, it's everywhere. There are many Huffaz in Rochdale. There's a few Huffaz who have gone to this month, they've gone to America. They're leading people in Tarawih in America. So, inshallah, now we'll give Hafiz Sahib the gifts. Hafiz Musa, so if you could give him the gifts. And this is Hafiz Sahib and Hafiz Abbas, if you don't know. Hafiz Sahib, they are brother-in-laws. Okay? So, Hafiz Sahib is also Hafiz Sahib. Allahu Akbar! Ya Rasool Allah! Ya Rasool Allah! Like this, inshallah, of Hafiz Hamza Sahib. I think he was a bit surprised, but he did a full Samad, so he deserves something as well. Inshallah, like this, he'll get encouraged as well, that he'll have more passion, inshallah. Next day, inshallah, he'll be leading the Tarawih Salah. What's up, mashallah. Congratulations to both of you. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you. MashaAllah, Hafiz Sahib ne aakhri jo 10 paare hain sirf 2 maah mein kiye. MashaAllah. In 10 months he learned the 10th paare. 2 months he learned 10 paare, MashaAllah. Like this, you probably noticed throughout the month of Ramadan, there have been many
In the at the front, we are imams. We lead you at the front. But the actual backbone of this Fazan in Medina is not us. The backbone are those individuals who work tirelessly in the background. If everyone, you probably won't notice them. You probably notice one brother, which is Amjur Bhai. Everyone knows Amjur Bhai. Amjur Bhai is not alone. He has a full team. And throughout this month of Ramadan, the brothers will dedicate their lives to Fazan in Medina just in the month of Ramadan. They'll take time off work just to help us to manage everything in Ramadan, especially the last 10 days of itikaf. Especially those who are starting itikaf, they'll tell you how helpful they are. We don't even need to do anything. Everything's ready, food's ready, on time, everything's there. So inshallah, I'll mention those brothers' names wherever they are. Inshallah, they'll request them to come to the front as well and take some distance. And inshallah, this is a form of gratitude to them as well. And may Allah subhanahu wa ta'ala bless them. Whoever du'as they have, ya Allah subhanahu wa ta'ala fulfill their du'as. Whoever reason why they're helping the masjid, ya Allah subhanahu wa ta'ala fulfill those as well. So inshallah, I will mention those names. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Inshallah, first of all, Amare Zafar Bhai. He serves at the back. Mainly he's cooking the roti out in half as well. So this is Zafar Bhai. He makes the burgers as well. Next, Huni Bhai. If they could come to the front as quick as possible. Probably already at the back making ready for this. So next is Jangir Bhai. And give them some time. Ibrar Bhai. Yes, they are all coming. Hafiz Abdullah sir. Hafiz Abdullah sir. You could tell them to come. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ta'ala ala Muhammad. Was they are coming? Inshallah. What do we provide? What do we have for you?